عودة لكم مشاهدينا الكرام. من جديد، احتفلت سفارة جمهورية فرنسا لدى البلاد يوم الأحد الماضي بتقديم وسام الاستحقاق الوطني برتبة فارس الكويتي للكويتية عايشة الفارسة. معناته هذا الإنجاز اللي يمكن تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي بالفترة الأخيرة تقديرا لإسهاماتها في تعزيز صورة فرنسا ثقافيا واجتماعيا لدى المجتمع الكويتي. واختيار الفارس جاء لكونها عملت على ترسيخ محبة فرنسا من خلال إدارة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مشاركتها بالأعمال التطوعية. خلونا نشوف هذا التقرير ورحب ضيفتها. حديث أكثر حول هذا التكريم ومعاييره تنضم إلينا في الاستديو الأستاذة عايشة الفارس الحاصلة على لقب ووسام الاستحقاق برتبة فارس من جمهورية فرنسا. يا شالله أمانة أستاذة عايشة، أول شيء مبارك لك حصولك على هذا اللقب ومبارك لك حصولك على هالتكريم هذا وأنت تستاهلينه. السؤال الأهم، شو اللي حببك في فرنسا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورة على الاستضافة في برنامجكم 965 today، وأنا جدا سعيدة ومشكورين على التقرير. سلمز الصراحة اللي يعني المؤثر جدا. شنو السر في فرنسا عايشة؟ مصدق يعني شيء كذي من يوم كنت صغيرة سبحان الله، ولما درست اللغة زاد. يعني أنا كنت من يوم كنت صغيرة كان ودي يعني كانت تجذبني. يعني تعرف إحنا صغار نسمع شيء غريب، يعني حتى هي ترى حرف الراء في عندهم شيء يعني، فكنا نستنكر واحنا صغار. وانا كنت وايد يعني اتمنى اني اتعلمها، وسنحت لي الفرصه اني خذيت بالثانويه وشويه بالجامعه. وبعدين لما تعلمتها خلاص قطعت شويه شوط ولازم اكمل فيه، والحمد لله استمريت بالمعهد الفرنسي وكملت واتقنتها الحمد لله. كنت متوقعه اللي بتوصلين له؟ متوقعه اني انا راح، انا كنت ادري اني راح اوصل لاتقان اللغه ولاندماج مع السفاره، بس كوسام يعني ما توقعت الصراحه اني احصل عليه. ما كان ببالك الفكره. بسالك اكثر شيء تحبينه في فرنسا اللي خلاك تعززين صورتها، ترسمين صورتها بشكل او باخر، تنقلين معايير معينه من فرنسا للكويت، قاعد تقارنين ما بين الاثنين، ايش اللي حببك فيها لهالدرجه؟ طبعا انا ما قارن، قصدك بين الاثنين بين الكويت وفرنسا؟ يعني شيء حلو هناك شيء حلو هني، ممكن نشوف شنو الاشياء الزينه. اي يعني عندهم هم فن العيش يعني، والكويتيين يحبون يعيشون. اي واحنا يعني في كل الظروف صراحه، حتى الجو ما يمنعنا يعني نطلع ونروح ونقعد قهوه وكذي، درجه حراره توصل 50 درجه حراره، 50 ما عندنا مشكله. نفس الشيء هم الفرنسيين يعني، بالذات اللي في العاصمه باريس يعني، مع ظروف العمل والضغط الحياه والزحمه لازم يخصصوا لهم وقت انهم يعيشون يستانسون يصيرون ريلاكس يستمتعون. وهذا اللي يسوونه الكويتيين عاده. اي يقول لك مسافر انا راح استجمام، نايم طول السفره بس برتاح. حتى بالكويت. اي ايضا لو بسال عن استحقاقك لهذه الرتبه وهذا الوسام، شنو المعايير اللي بناء عليها يعطى لهذا الشخص هذا الوسام؟ طبعا هذا الوسام وسام استحقاق الوطني برتبة فارس المقدم فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، تم إنشاءه من قبل جنرال دوغول عام 1963، يقدم لعسكريين أو مدنيين يقدمون خدمات للأمة الفرنسية. أنا مجالي كان يعني اللغة، ثقافة، سياحة، اندمجت مع السفارة الفرنسية كنت لمدة سنوات طويلة يعني أكثر من خلينا نقول 15 سنة الحين ما شاء الله. يعني يعني مو بالضرورة يعني، حتى وأنا كنت مثلا يعني مسافرة مثلا هم أنا معاهم باتصال، إذا أنا بالبيت أنا معاهم. شو تسوين العادة؟ يعني اولا نحضر كل فعالياتهم، مستحيل اطوف اي فعاليه او اي نشاط، يعني ابسط الانشطه حتى لو اجتماع صغير في مجموعه فرانكوفونيه مثلا اللي يتحدثون اللغه الفرنسيه بالكويت لازم احضر، الا ظروف القاهره اللي هي تمنعني طبعا اكون حاضره معهم التواصل الاجتماعي. تمام، هذه الاوسمه يمكن دائما ما تمنح، انصح التعبير للناس الكبار يقول لك انا نعطيها بناء على كميه العطاء، تسمع عليش توج. وهذا هذه المعادله الغريبه في الموضوع، ان بنيه كويتيه وجديده وتحصل على هذا الوسام. ما ابي اسالك سؤال تقليدي شنو يمثلك، بس بسالك شنو رده فعل الناس حولك بعد حصولك على الوسام؟ صراحه يعني
يعني شيء يثلج الصدر انه يعني انا اشوف كل الكويت ما شاء الله يعني تبارك وفرحانه ويعني يعني كمية التهنئة اللي حصلتها طبعا وعلى راسها يعني صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الحمد جابر الصباح على تهنئته وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وسيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة والشعب الكويتي كله بكل الأعمار مسجات تهنئات ما شاء الله أنا جدا سعيدة والبنات يقولون مثلتينا أنت فخرنا يحسن أهما شنو عندهم صار عندهم دافع أن أهما حتى لو أهما توهم بادي مشوار حياتهم العمل التطوعي في مردود كذي يعني على مستوى العالم. أهديتي هذا الوسام للوالد عسى ربي الله يرحمه. شو تقولي له الحين؟ أقول الله يرحمك يا يبا ويغفر لك يسكنك فردوس الأعلى. والصراحة أنا يعني ما اقدر اقول يا ليت كنت معاي يعني الله يرحمك هذا القضاء والقدر وقضاء رب العالمين. لكن مشكور من يعني مهما شكرتك مهما دعيت مهما شكر ما وفيك حقك. انت انسان يعني صج من احنا صغار كنت تضغط علينا ان احنا ندرس نشتغل يعني حتى بالنوم قوموا من الصبح ماكو نوم يعني كان كذي كان الوضع. ف اكتسبنا هذا الشيء وهذا قاعد اشوف نتائجه حتى اخواني يعني الحمد لله كل واحد تميز بشيء. اللهم لك الحمد عسى ربي يرحمه برحمته ان شاء الله ويجمعنا وياه في جنات النعيم. على صعيد المهني استاذ عائشه ابرز المبادرات يمكن اللي تعاملتي فيها كل الانشطه مثل ما تقولين شاركتيها لكن في 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 حته من الزمن كذي تعرفين ان هني كانت بدايتي او هنيك هذه فارق بالنسبه لي في علاقتي بفرنسا في عملي من خلال السفارة وغيرها. وين كانت مو البداية نقطة تحول صح التعبير؟ أنا أعمل في معهد الكويت للأبحاث العلمية في الإعلام والعلاقات العامة. أول ما بديت بعمل كنت قبلها في العلاقات الدولية فكان تواصلنا طبعا بحكم علاقات دولية مع السفارات ومنهم السفارة الفرنسية وأنا أصلا أعرفهم وربعي وأحبابي وأصدقائي ويعني رابية معهم. فلما كانوا يحضرون اجتماعات المعهد طبعا في تعاون ضمن اتفاقيات موقعة بين البلدين فلازم في مشاريع مشتركة فكنت أنا حاضرة فكنت حقيقة الوصل بطريقة غير مباشرة يعني وكنت يعني ليه بالليل أشتغل مع سفارة مع مو بس أوقات الدوام الرسمي فكان هذا الشيء جدا يونس سعادة كنت السفير. حابة أشتغل ولا مجبورة يعني؟ لا مو مجبورة أنا أشتغل وأنا يعني قمة السعادة لأني أحب اللي أسويه. الواحد اللي يحب الشغلة يسويها بإبداع خاصة لما أستقبلهم بتكلم فرنسي وأرحب فيهم بالفرنسي وبالاجتماع أتكلم معاهم بعد الاجتماع طبعا اجتماع أتكلم إيه بس إنه يصير الوضع بالنسبة لي كأني بباريس ما كأني بالدوام. تمام هذه الآن علاقتك عايشة بالسفارة الفرنسية لكن من خلال منصات التواصل الاجتماعي أخيرا شنو الشيء اللي ساهمتي فيه بربط ما بين هالبلدين هذول ما بين فرنسا والكويت شو اللي ساهمتي فيه؟ فسهلتي الفكرة أكثر وصلتي الصورة شنو سويتي؟ طبعا دائما أنشر في أي فعالية أي نشاط يقومون فيه السفارة الفرنسية أو المعهد الفرنسي أعلن عن كل الكورسات اللي تعلم اللغة الفرنسية من المعهد الفرنسي بالإضافة أني أنا يعني أشوق الشعب الكويتي على الإفطار الفرنسي أنواع الأطعمة أماكن اللي يزورونها في باريس الماركات الفرنسية فيعني تحس أن الكويتيات خاصة البنات يعني مستانسين لأن احنا يعني نعشق الفاشن ونعشق أي وهم في ما شاء الله عندي وايد شباب يعني كويتيين اللي يحبون باريس وعايشين في اقبال اي طبعا متابعين صدق حسابي متواضع بالعدد عدد المتابعين لكن اغلبهم كويتيين دارسين في باريس او يبون يدرسون اللغه او يحبون السياحه في باريس وعندي من المغرب العربي وايد متابعين. لو ما كان في سوشيال ميديا يمكن كنت اشتغل سفارة فرنسية. ساعد سوشيال ميديا فتح وايد اشياء. اي طبعا اكيد نقل صورة نقل فكرة نقل معلومة. شنو اكثر شيء كانت ببالك اني والله بنقلها عن فرنسا ابي هالجزئية هذه كل العالم يعرفها عن فرنسا. فرنسا يعني كل شيء فيها حلو الحب الحياة ثقافة حضارة جمال العراقة تاريخ نضال
عطورات عطور يعني إيه. طبعا احنا الفاشن والعطورات هذا شيء اكيد، بس حتى التاريخ القديم الجمهورية الفرنسية يعني قوتها عظمتها عراقة اللغة يعني كشي فيها. فرنسا فيها اماكن وايد، واللي يروح ويعرف فرنسا يدرك تمام ان في اماكن قليل الناس ما تروح لها لكن ممتعة جدا. من هالاماكن لو بناخذ جولة سريعة الحين نتمشى وياك في فرنسا، وين ممكن نروح في فرنسا اماكن جديدة جميلة جديدة ما للحين على قولتهم ما حد طاح فيها؟ ما اقول ما حد طاح فيها، يعني احنا كل العالم يروح شانزليزيه اكيد. صح. برج ايفل كل العالم عندك المتاحف، بس انا احب امشي في يعني امشي بالذات واقعد بقهاوي في منطقتين، في سان جيرمان هي الدائرة السادسة، ولوماغي الدائرة الأولى. هذه الأماكن غير، تحس الفرنسيين اللي فيها كلهم فنانين، اللي قاعد يرسم واللي طالعين من الكلاسات وشايلين جناطهم، وتحس انت قاعد صج عايش معهم. ما فيها فيها سواح بس مو مثل لما تروح شانزليزيه، اي هناك كثافه سياح اكثر. ايضا استاذه عائشه بسالك على قضيه في جزئيه يمكن ترددت واتوقع سمعتيها، الأستاذة عائشة قاعد تنقل لنا صورة فرنسا للكويت، ليش ما تنقل صورة الكويت لفرنسا؟ طبعا نقلت صورة الكويت لفرنسا، أنا يعني سعادة السفير في الحفل أقدم له التحية عبر برنامجكم سيد كريستيان نخلة على جهوده، هو مع أعضاء السفارة صراحة يعني ما شاء الله، الله يعطيهم الصحة والعافية، ويعني بالحفل أطلق علي لقب باريسية في الكويت. باريسية. وش قال لي بعد؟ قال لي أنت تعكسين صورة بلدك في المجتمع الفرنسي. والله. لأن أنا لما تعرفت عليهم بالبداية مدرسيني من الأساس نقول أكثر من 10 سنوات، كنت أروح معهم أعلمهم الأكلات الكويتية وأدي لهم أنواع يعني أكل هريس يريش مطبق، أعلمهم هامورز بيدي ميد هالأشياء، فهم كانوا يعني قاعد ينفتحون على مجتمعنا وقاعدين يشوفون أن المجتمع الكويتي الشباب الكويتي جدا مثقف منفتح على العالم ناجح. بعدين في جاليه كويتيه فرنسا طبعا كبيرة. إيه طبعا في إيه. طلبه وغيره ما شاء الله يعني، والدكاتره اللي يدرسون في عندك بالسربون طلبه، وفي عندك اطباء يدرسون في باريس. قبل فتره كانت الدكتوره جنان بسلامه، استاذه جنان بسلامه طبعا محاضره في السربون. اي ما شاء الله في عندنا اعداد كبيره جدا في فرنسا، الان التعامل مع هالاعداد ارشادهم تنويرهم حول كل ما يخص فرنسا شلون يكون عادة؟ الطالب يطلع من الديرة يروح فرنسا وهو يتعايش، ولا في جهة معينة، في فعاليات معينة، في طرق معينة، أي طالب جديد بيروح فرنسا لازم يتابع هالحساب مثلا أو يتابع هالقناة اللي ممكن أنك تسهل لك العملية في فرنسا؟ طبعا المعهد الفرنسي بالكويت اللي تابع للسفارة اللي هو فولتير سابقا موجود بالجابرية يسهل حق الطالب اللي ناوي يدرس في فرنسا كل هالامور، يعطونهم كورسات مبدئيه، يعلمونهم، يورونهم يعني يدلونهم شلون يعيشون، شلون يروحون، شو يسوون، بسايد اللغه يعني. ويروحون هناك ويصير في متابعه. يعني عندهم هم كامبس فرنسا الحين، هذا توجه عندهم، حساب جديد، انت تبي تدرس شنو؟ ايا كان لغه، طبخ، اي كان موجود هناك. ما عندنا مشكله. ودي اشوف تعليقك على صوره عائشه. هذه صوره سعاده السفير لحظه تقليدي لوسام، يمكن هذه كانت يوم الاحد. اي هذه كانت يوم الاحد. شعور جميل جدا وسط هذه الحفاوه الموجوده، وسط هذا التشجيع والتكريم، حزتها شنو كان شعورك؟ الصراحه كنت جدا سعيده، لان يعني لما شفت انا وايد من الحضور كانوا أصدقاء والدي رحمة الله عليه، فكنت أشوف بنظراتهم فخرهم بنت صديقهم العزيز، يعني كنت أشوف نظرات أبوي فيهم الله يرحمه، وكنت أشوف يعني أن أنا تعبت ووقتي كان من الصبح دوام لي بالليل، يعني ما أرتاح، أرجع من الدوام سيدة اشياء الباريس حياتك كلها صارت دوام. كنت اقول لهم يعني انا الصبح اشتغل بالجانب العلمي وبعدين افصل وبعدين بالليل احول الثقافه والسياحه والاشياء هذه، فطلع مردود يعني جدا يعني الحمد لله ربي ما ضيع تعب. جميل قصدي اللهم لك الحمد ربي ما ضيع تعب. استاذه عائشه ايضا بسالك على السوشيال ميديا في فرنسا،
احنا عندنا في اهتمام في هذا الموضوع، المغردين بشكل عالي، الاهتمام بمنصات التواصل الاجتماعي والاقبال عليها كبير جدا. صح. في فرنسا الوضع مشابه؟ اي طبعا، هم عندهم حسابات جدا جميله، في عندهم بلوجرز اصلا كل يوم يقعدون من الصبح يشوقوني انا، يعني اقول ليتني انا الحين معاهم، يقعدون حتى يصورون خطواتهم، الشوارع، الاماكن، الاكل، لوين تروح، كل شيء، يعني مطاعم، يعني وتشوف القهاوي، يعني شو اقول لك، زاويه صغيره بس فن، شيء مو عادي. هذا شيء. شيء ثاني، عندهم حسابات ثانيه اللي هي الرايقه، يعني حتى مثلا اعطيك مثال، مونتي كارلو، برامجهم الاذاعيه اللي نسمعها عن طريق السوشيال ميديا، اي دقائق ترى، بس شيء رايق مو عادي. يعني ممكن نحييكم من باريس، تعال تشوف عاد شنو حديث اليوم. شلون يقولونها عايشه؟ بالعربي. بالعربي يقولون مونتي كارلو. فانا اقول حق الكويتيين اللي يحبون باريس يتابعون هذه الحسابات، لان هم يعني يستخدمون العربي والانجليزي، بس بالعربي طبعا احساس غريب، عرفت، يوصلوا لك الفكره عن طريق لغتك الام. لو بيدك تنقلين شيء من فرنسا الى الكويت، او شيء شفتي حبيتيه في فرنسا ودك تجيبينه الكويت ينتشر بالكويت اكثر، شنو؟ وايد اشياء. مثل شنو؟ ابي يعني اتمنى انه يكون هني في فروع لمونتي كارلو فرانس 24. انت حبيتها مونتي كارلو؟ طبعا، لان انا اعلاميه اساسا، احب الاعلام، تخصصي اعلام، فيهمني هذا الشيء. دخلتي برامج معينه؟ لا والله مو وايد، انا اغلب كله وراء الكواليس. متعه اشتغل مع كل الجهات الاعلاميه، صحافه واذاعه وتلفزيون بالكويت، احييهم كلهم اصدقائي واحبابي، ومنتم يعني طبعا قناه المجلس، يعني الله يسلمكم، يشرفنا، بس كله وراء الكواليس وبالاعداد والتحليل. بس حلو، متعه الاعلام طبعا، متعه. مجال حلو للانتقال في اي موضوع طبعا، وصوره تحبين توصلينها للمجتمع. الان ودي اسمع منك رساله لكل المجتمع الكويتي بعد حصولك على هذا الوسام، رساله للشباب الكويتي الطموح اللي عنده هذا الحس، توه مبتدي او صار له سنين لكن الى الان ما وصلت الى ما وصلت له الاستاذه عائشه، شنو رسالتك لهم كنوع من التشجيع؟ شو تحبين تقولين؟ يعني لازم يعني ما يضيعون اي لحظه بحياتهم بدون تعلم، بدون دراسه، حتى لو هم خلصوا المرحله الجامعيه ودشوا الدوام اشتغلوا، لازم يتعلمون شيء جديد، لان التعلم يعني يثري حياه الانسان، يعني يرتقي فيك، فانت لازم تتعلم كل يوم شيء جديد. انا عشان كذي ما وقفت اتعلم واستمريت في خط اللغه الفرنسيه واشتغلت بالمجال التطوعي. مجال التطوعي كذلك شيء مهم حق شخص، حق الانسان نفسه. شنو اضاف لك؟ سعاده، انجاز، راحه نفسيه، لان انت لما تعطي شيء وانت سعيد وما تطلب مقابل، انزين، وانت مستانس لما تدري انه ما في مقابل، يعود عليك بالطاقه الايجابيه، يشيل الطاقه السلبيه، تشوف اللي دار مدارك فرحانين، فهذا ترى ينعكس لا شعوريا عليك وعلى حياتك وعلى اللي دار مدارك بلدك طبعا. يعني اخيرا ودي اعرف المتاعب، البعض يعتقد ان وصولك لهذه المرحله جاءت بسهاله، اكيد مريتي بمتاعب، اكيد مريتي بصعوبات معينه، ابرز هذه المتاعب والصعوبات اللي مريتي فيها. صراحة ما كنت ارتاح، يعني كنت اشتغل دوامي للساعة 3، الكورس يبدي الساعة 4 للساعة 7 على ما ارجع البيت، يعني خلص يومين، فكنت ادرس، لا وبعد يعطونا واجبات، اقول لهم احنا كبرت على الواجبات، فكنا ندرس ونحفظ ونرد باكر الصبح نشتغل شيء ثاني، فكنت يعني من الصبح للليل. اي لمدة سنين يعني، بس الحمد لله يعني طلعت النتيجة مثل ما انا الحمد لله كنت اتمنى ان اوصل لهالمرحله. طلبتنا اخواننا واخواتنا في فرنسا، شو تقولي لهم؟ حييهم واقول لهم ما شاء الله انتم ناس جدا يعني محظوظين انكم سنحت لكم الفرصه انكم تدرسون في هذا البلد الجميل، واللغه، واللي توه بادي يحس ان اللغه يمكن صعبه يحتاج شهر شهرين بس ان شاء الله ينطلق، وناطرينكم بالكويت عشان تنقلون الصوره الحلوه الباريسيه عندنا، وانتم سفرائنا في فرنسا. ساتر القوة أمانة الأستاذة عائشة الفارس الحاصلة على وسام الاستحقاق برتبة فارس من جمهورية فرنسا.
نتمنى لك التوفيق يا رب في حياتك العمليه وحياتك العلميه، نتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح، ونتمنى ان يؤخذ بعين الاعتبار كمثال يحتذى به لشاب كويتي وشابه كويتيه. الاعداد فوق قاعد يحاولون يخلوني اقول لك مبروك بس بالفرنسي، يعني ماني عارف كاتبينها ويقولونها بدني ماني قادر اقولها، لكن انا اكتبها بالعربي واقولها حرفيا، انا اكتبها بالعربي للمتابعين. صدق الحكي الفرنسي تدلع؟ اي لازم تلحن. اي لازم، اول اصلا اول كورس ليفل 1 يعلمونك شلون تلحن من هني ولا من هني ولا من هني، يلا تقدر ولا من الخشب. احنا نقولها ناشف اصلا صراحه، يعني متعه. واللي دش الفرنسي اول كورس بس ضحك، يعني لان احنا الكويتيين ما عندنا هالاشياء. صادق بس الغريب علينا موسيقى. اي والله موسيقى اساس على القوه. الله يسلمك. شكرا لك امانه استاذه عائشه الفارس، هذا المثال الذي يحتذى به بالنهايه. قد تكون ممن يشاهدنا الآن خلف الشاشة أو ممن تشاهدينه خلف الشاشة، في يوم من الأيام إذا استمرتي على هذا الطموح، على هذا الحب للعمل اللي قاعد تسوينه، راح توصلين إن شاء الله لمراتب عالية مثل ما وصلت أستاذة عائشة الفارس. فاصل قصير مستمرين معكم. شكرا.